تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الده، تطلق وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع اليونيسف هذه المساعدات النقدية لصالح 10,000 أسرة متعففة من بين أفرادها شخص من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تمويل 3,300 نشاط مدر للدخل وتوزيع معدات فنية للمساعدة على تجاوز إكراهات الإعاقة الحركية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص المعاقين المخلد هذا العام تحت شعار حلول تحويلية لتنمية شاملة. تحتل ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مكان الصدارة ضمن البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني الذي يسعى إلى موريتانيا ينعم الجميع فيها بقيم الإنصاف والعدل والمساواة، وتعمل الحكومة بالتنسيق مع معالي الوزير الأول محمد ولي البلاد ضمن برنامجها على ترجمة ذلك الاهتمام ليلامسه المواطن واقعاً. ومن هذا المنطلق نخلد معكم اليوم العيد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار حلول تحويلية للتنمية الشاملة. أيها السادة والسيدات، لقد طالت المكتسبات التي تحققت للأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الثلاث الماضية مختلف اهتمامات هذه الفئة الكريمة من المجتمع، سواء تعلق الأمر بتعزيز الجانب المؤسسي أو بترقية الحقوق، فضلاً عن توفير المعدات المساعدة على تجاوز إكراهات الإعاقة. ومن بين المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة في الآونة الأخيرة يمكن أن نذكر على سبيل المثال للحصر في مجال الحماية الاجتماعية والولوج إلى الحقوق والتأمين الصحي، واصل القطاع في إنتاج وتوزيع بطاقة الشخص المعاق التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 5,000 شخص من ذوي الإعاقة، فضلاً عن استفادة حوالي 2,000 شخص منهم من التأمين الصحي. تضاعف عدد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية لصالح الأطفال متعددي الإعاقة حوالي 8 مرات، ليرتفع من 110 إلى 860 أسرة برسم السنة الجارية، والعمل مستمر ليصل العدد إلى 1,000 أسرة بالقريب العاجل بحول الله. كما سنشرف اليوم على جملة من التحويلات النقدية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة تفوق في مجموعها أكثر من 500,000 أوقية قديمة، من بينها عمليات توزيع التحويلات النقدية ولفائدة 10,000 أسرة متعففة من بين أفرادها شخص من ذوي الهمم، وذلك بغلاف مالي إجماله قدر 500 مليون أوقية قديمة بالتعاون مع السجل الاجتماعي وبتمويل من اليونيسف، وذلك على مستويين. المستوى الأول سيغطي المرحلة السادسة من برنامج التحويلات النقدية وبغلاف مالي قدره 300 مليون أوقية قديمة، في حين يتم بتخصيص 200 مليون المتبقية لتمويل 3,000 مشروع صغير لفائدة الأسر الهشة التي تضم من بين أفرادها شخصاً أو أكثر من ذوي الهمم. إطلاق عملية التحويلات النقدية لفائدة الأطفال متعددي الإعاقة بغلاف مالي يفوق 100 مليون أوقية قديمة. إطلاق عملية توزيع المعدات الفنية المساعدة على تجاوز إكراهات الإعاقة الحركية من بينها كراسي متحركة وعصي بيضاء، وتناغماً مع أهداف وغايات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، تم خلال سنة 2022 وضع والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة 2022-2030 بما تحمل من توجهات كبرى لحماية وترقية هذه الفئة الكريمة. وفي مجال التمكين الاقتصادي وترقية الحقوق، قام القطاع بتنفيذ برنامج لتمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة 3,800 شخص من ذوي الإعاقة استفاد منه أكثر من 2,000 شخص معاق عن طريق تمويل 69 مشروع جماعياً و1,000 مشروع فردياً حتى الساعة. التعزيز المستمر للقدرات المالية للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منحة قدرها 90 مليون أوقية قديمة يستفيد منها أكثر من 50 جمعية عضو، واستجابة لتعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني بإجراء إحصاء شامل
لإجراء إحصاء شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وحددوا أشكال الإعاقة والتوزيع المجالي لهم وتصنيفهم بحسب الجنس والعمر. سيتم إدراج استمارة خاصة بهذا الغرض ضمن جدادات التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنظيمه في الأفق المنظور بحول الله. وفي مجال دعم التعليم المتخصص، فقد تمت إعادة توزيع فروع مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة في نواكشوط، بحيث تم تخصيص فرع للتوحد بمقاطعة القصر، وآخر للبكفوفين بمقاطعة تفرق زينة، وفرع ثالث للإعاقة الذهنية بمقاطعة الميناء. وتم تخصيص الفرع الموجود بمقاطعة جنين للأطفال ذوي الإعاقة بالصمم، فضلاً عن فتح 5 مراكز في 5 ولايات من الوطن. كما تم إنشاء شعبة خاصة بالتربية المتخصصة بالمدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي التي تم إنشاؤها مؤخراً، تحقيقاً لتعهد صريح من فخامة رئيس الجمهورية وبالإشراف المباشر من السيدة الأولى. ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في بلادنا السيد مارك ليستي أكد أن هذا البرنامج يشتمل على عدة مكونات، من بينها أنشطة التحويلات النقدية التي تهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفاً والتي من ضمنها شخص معاق، وذلك بهدف تغطية جزء من احتياجاتها الأساسية. وقدم شكره للقطاعات المعنية في موريتانيا على العمل الدؤوب الذي من خلاله تم تحديد الأسر المستفيدة، مؤكداً أن المنظمة ستواصل دعم المجهودات الحكومية الهادفة إلى التخفيف من وطأة الكوارث مهما كانت طبيعتها. رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ذمن ما تحقق من مكتسبات في مختلف المجالات لهذه الفئة في الفترة الأخيرة. مما لا شك فيه أن الخطوة الهامة التي نجم عنها التشاور الأخير ما بين الفاعلين السياسيين بتوجيه من بقالة رئيس الجمهورية، والتي أسفرت عن تخصيص مقعدين للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن اللائحة الوطنية للشباب، وتجسد عمق الاهتمام الذي توليه القيادة الوطنية للمشاركة السياسية لهذه الشريحة. وبهذه المناسبة فإننا نطالب كجمعيات فاعلة في هذا المجال بضرورة توسيع هذه المشاركة لتشمل اللائحة الوطنية ولائحة النساء وعلى المستوى الجهوي، وأن يكون ذلك في موقع من اللائحة يضمن التمثيل الفعلي في البرلمان والمجالس البلدية. سيداتي سادتي، لن أنهي كلمتي هذه قبل أن أتوجه بتشكرات خالصة للسيدة الأولى مريم محمد هذه الدار الرئيسة الشرفية والأم الراعية للأشخاص ذوي الإعاقة على مواكبتها ودعمها المستمر لهذه الشريحة. وتأتي هذه التحويلات النقدية وتمويلات المشاريع المدرة للدخل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة التي أشرفت عليها السيدة الأولى، كتأكيد على صدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى موريتانيا ينعم الجميع فيها بقيم الإنصاف والعدل والمساواة.